رجعنا مرة تانية مشاهدين، نهارك سعيد، مستمرين مع بعض في فقراتنا. وصلنا لفقرة أعتقد أن كل الناس ممكن تبقى تلقائيا كده أول ما نتكلم في الموضوع تنتبه لينا على طول، لأن الموضوع بيخص الحقيقة أسر كتير بتعيش في مصر، ويمكن اللامبالاة والسلبية ممكن تكون بتتخلل حياتنا الأسرية بشكل أو بآخر، يعني من خلال الضغوط النفسية اللي بنعيشها اليومين دول، من خلال ضغوط الحياة سواء كانت في المصاريف أو في المشاعر اللي مش عارفين نعبر بيها البعض. حاجات كتير ليها اسباب كتير واكيد ليها حلول كتير ان شاء الله. طبعا كل ده وتفاصيل واكتر من كده هنعرفه النهارده من ضيفتنا الموجوده معانا النهارده في الاستوديو، اللي هنحاول يعني نحاول ان احنا نستغلها عشان نعرف اكتر ازاي ممكن نخرج من الحاله دي. هيكون معانا دكتور ايمان جمال الدين، وهي استشاري علم النفس. صباح الخير يا دكتور ايمان. صباح النور. دكتور ايمان، احنا دلوقتي كتير جدا بنسمع من بعض انه في اسر كتير بتعيش حالات من اللامبالاه والسلبيه. انا كتير لما بقعد مع اصحابي او كتير لما بقعد مع ناس كتير اليوم بيشتكوا من نفس الشكوى. ايه اللي بيخلي السلبيه واللامبالاه تتخلل للحياه الاسريه؟ روتين الحياه، وانتي حطيتي بعض الفاكتورز او العوامل اللي بتساعد على ده اكتر. يمكن كلنا عايشين ضغوط، يمكن المرحله اللي بنمر بيها مرحله تغير اجتماعي سريع جدا، المستجدات اللي حوالينا، الظروف السياسيه، بالاضافه لبعض الضغوط الحياتيه، شيء طبيعي انه تخلي ان الحياه ماشيه في روتين واحد، والروتين ده متعب بعض الشيء. فأكيد أول تأثير بيبقى على حياة الأزواج داخل المنزل. طبيعي، صحيح. يعني ما بيبقاش في ليها يد في الزوجة بالتحديد أو الزوج بالتحديد. لا والله، بصي، هي دايما العوامل الخارجية بتبقى ليها تأثير، لكن لو هنفصصها شوية ونقول دور الزوج والزوجة، دايما إحنا كمصريين بنقول علينا بنصدر دايما متاعبنا خارج المنزل إلى داخل المنزل، بمعنى أن المفروض لكل مقام مقال، ده المفروض. نسبيا الواحد لما يوصل البيت بيبقى عايز يخلع مع لبسه عباءة الضغوط، أو بمعنى أصح أنه يقول أنه أنا جاي مملكتي عايز أستريح سوى للزوج أو الزوجة. تمام. ده ما بيحصلش طبعا، إحنا كبشر بيبقى فيه نسبة تأثير، بس نسبة التأثير دي زيادة شوية، بمعنى أنه زي ما قلت لك بالظبط كده بنصدر كل المشاكل إلى داخل المنزل. فإيه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل أنه يبقى بدايات لمشاحنات أو سكوت تام. يعني استجابة من استجابتين، حلين ما فيهمش وسط، رغم انه دايما زي ما احنا بقول نحن أمة وسطا، في الموضوع ده ما بيبقاش فيه وسط. اما هتبقى مناقشة هتنتهي الى ارتفاع الصوت ويبقى نبرة صوتنا حادة ونبتدي نبقى نتفاعل مع الموقف باكثر مما يحتمل، او رد الفعل الاخر على الجانب الاخر وهو ما احنا نتحدث بشأنه، وهو السلبية او اللامبالاة، انه خلاص مش هنرد، بلاش نتفاعل. بس ده أكيد ليه أضرار، إنه أكيد. موقف على موقف ويوم بعد يوم الفترة بتزيد، فتبصي تلاقي حصل تباعد، بمعنى إن كل واحد عايش في عالم منفصل عن الوصال الآخر. والود والتفاهم والتعاقل والمواد بيقل هنا جدا، شوية شوية هتقل، لأنه أنا وإنتي ما بنتفاعلش مع بعض، فالدنيا هتبتدي يبقى فيها شيء من الجفاء. طيب تعالي مع بعض كده يا دكتور، لو مثلا واحدة زوجها سلبي شوية، قرر كده من نفسه ان هو مش هيتعامل ولا هيحل ولا يعمل انه اي حاجة، يقلل التفاعل، خلينا نسخها بشكل كويس، نقول ايه؟ يقلل التفاعل. واحنا عندنا جنريشن دلوقتي جيل انه بيزهق بسرعة. تمام. يعني فممكن الزوجة كده لو تبس أو نصائح نقول لها تتعامل إزاي مع الزوج ده؟ أكيد هتبقى هي أقدر برضو شوية على إنها تبتدي تقرب ولو بالكلام. يعني في البداية هتبتدي تقول له إيه اللي مضايقك، يعني أنا النهاردة حصل لي كذا كذا، فهو هيبتدي يزهق من سماع الصوت إن هو جاي مضغوط برضه، فهي بتبتدي تتقرب شوية شوية. ما ينفعش يا سارة نحط لود على فرد واحد من المؤسسة الزواجية أبدا، لكن إحنا دايما بنقول نخلينا في جانب الزوجة إنها تبذل جهد أكتر. بيحصل
لكن محتاجة فيه كمان أنه يكون زوج متعاون، طبعا بمعنى أنه ما ينفعش أنا أقرب والطرف الآخر ياخد خطوة فيبعد أكتر، لكن دايما عشان نقرب محتاجين نفس الخطوات أو حد يبقى زي ما بنقول السرعة أزيد شوية. صحيح. بس خلاص عارفه يا دكتور ايمان، المراه الفتره اللي احنا فيها دي عشان بتشتغل وبتربي وكمان بتساعد في البيت بدن جسمانيا وماديا، احيانا بيبقى عندها الكبرياء بقى انه انا بعمل كتير ومفيش قصاد ده مجهود من زوجي انه يقرب. مفيش حد مقدر. ايوه بالظبط. مشكله كلمه مفيش حد مقدر هي ايه؟ خلينا نقول كل واحد ليه دور في الحياة. صحيح الزوجة جاك اوف اول تريدز دايما بتعمل ايه، يقولوا بالعربي سبع صنايع والبخت موجود. اللي انا عايز اقوله لحضرتك انه هي كزوجة دلوقتي بقى عليها التزامات اكتر من الزوجة في سنوات مضت، بمعنى انه عليها عبء عمل وعبء داخل المنزل وعبء مع الاطفال وعبء تجاه الزوج. يبقى دورها الأعباء فيه زادت. صحيح. خلاص ما ينفعش برضو هي تحطها كبداية وتقول إن أنا بعمل كتير فلازم هو كل شوية يشكرني. لا، خلينا نقول إن هو يحس إنه أنا بتعب علشان البيت يمشي بخطى ثابتة تجاه كل الالتزامات دي، وكمان في المقابل هو لازم يكون إيجابي معايا، يعني لازم يكون عنصر فعال، بمعنى إنه يبقى على الأقل مش هيساعد في كتير لكن يقدر يقدم جهد فيه. يعني داخل المنزل دلوقتي ما بقاش زي السيد زمان. لا طبعا الوضع اتغير تماما. الوضع اتغير كتير طبعا. فخلينا برضو نعترف إنه هو زوج بقى ليه دور، يعني لو هو وصل قبليها وقام ببعض الأعباء إذا قدم ليها مساعدة في أنه يساعدها في الأولاد أو في المذاكرة أو في، لأنه زي ما قلت لحضرتك الدنيا أعباءها زادت. صحيح. فلازم تزيد على الطرفين، ما ينفعش طرف واحد وبعدين أي من الطرفين. والله ساعات بيحصل العكس، ساعات بيجي زوج يقول لك انا تقريبا بقوم بكل التبعات اللي المفروض زوجتي تقوم بيها، والسبب مثلا ان طبيعه شغلها بتاخد ساعات اكتر. لا، دايما نقول خلينا فينا تعاون، لان التعاون ده بيخلق موده كمان. صحيح. شوفي بقى هيلغي صح. السلبيه. صح يا دكتور. وهيبتدي يبقى فيه تصرف بايجابيه قبل الاثنين اكتر حاجه، فهيبقى فيه وصال وهيبقى فيه موده. اكتر حاجه بتخلي الحياه الزوجيه ليها طعم حلو مش مر انه يبقى فيه تعاون وفي لانه ايجابيه. ماشي. لان تمام. الواحده او الواحد، انا مش عايزه اجي على الست وعلى الراجل لان اكيد السيكولوجيه اتغيرت النهارده. اكيد الست او الراجل لما بيحس ان الميشن او المهمه هو بس اللي بيقوم بيها بيبقى طاقته السلبيه وحشه جدا، بيبتدي يبقى ضغط، يبتدي يتجه يبقى سلبي، مش هيبقى متعاون. صحيح. لكن زي ما قلت لحضرتك حتة التعاون مهمة جدا، لأنه دي لما أنا بتعاون مع زوجي أو زوجي بيتعاون معايا دي بتحسسني أنا بالتقدير. يعني أنا مش محتاجة يقول لي شكرا على اللي أنتي بتعمليه، بقدر ما أنا محتاجة أحس أنه هو حاسس أنه أنا عليا لود وهو بيساعدني، وانا كمان في المقابل حاسه بتفاعل ايجابي بيني وبينه. يبقى المفتاح هنا للامبالاه والسلبيه هي التعاون. التعاون. يعني احنا الاثنين نحط ايدينا في ايد بعض ونتعاون ونشارك بعض في اللعب. طب هو ممكن السلبيه دي تكون راجعه للتربيه يا دكتور فدي تاثر بعد كده في الحياه الزوجيه؟ اكيد في عامل كبير على التنشئه. يعني دايما احنا بنضغط على تنشئه الاطفال انه دايما يتحمل جزء من المسؤوليه الاجتماعيه، بمعنى انه زمان كان يقول نسبيا مجتمع ذكوري انه الاخت دايما تساعد اخوها حتى لو عايز طلب بسيط جدا، يبقى هو قاعد كده وممكن يطلب منها كوبايه ميه مثلا. ده شيء اكيد خطا في التربيه. هو لازم يفهم ان عليه مسؤوليه اجتماعيه وبدءا من سن صغير قوي، يعني دايما يحط عليه شيء من المسؤوليه ان هو وهو بيلعب زيه زي اخته البنت. تمام. لازم يبتدي يجمع لعبه بعد ما يخلص لعب، شويه شويه يحس بانتماء انه فرد فعال في البيت. لكن تعالي على الجانب الاخر، بعض الامهات
على سبيل الدلع مثلا للطفل الذكر، فتبتدي تقول لا 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 هو ما يعملش حاجة خالص، أنا بعمل الحقيقة، وتفتخر تقول لك الحقيقة أنا بعمل له كل حاجة، ده أنا لو غبت عن البيت نص ساعة يلوصه خالص والدنيا ما تمشيش خالص، دي مش تبقى ممكن، فخورة قوي يعني، وفخورة وحاسة جدا. ان هي طبعا انجزت. هي كده أخطأت في حقه، طبعا وأخطأت في حقه مستقبليا دون يعني عارفة طبعا دون أدنى وازع، إنه هي كده ما بتحملهوش مسؤولية اجتماعية مقابلها. هو أولا مش هيقدر يتعامل مع الحياة بعد كده، إن حطيته الظروف إنه أقام لوحده في دراسة أو شغل أو ما إلى ذلك، هتحطه في مشكلة مع الزوجة في المستقبل، إنه هو تعود على إنه يكون اعتمادي بدرجة عالية جدا، بمعنى إن أنت لو سبتيني أنا مش هعرف هيبقى في أعمل أي خلل في حاجة، المسؤولية، لأنه جزء كبير من فهيبقى السلبية هو تمام مسؤولية. طب تمام ما هو هنا التنشئة مهمة بقى جدا جدا ده جدا. شيء أساسي فحضرتك الحقيقة. دلوقتي لازم نتكلم برضو عن التنشئة اللي هي البداية مع الأمهات اللي دلوقتي بتربي أجيال، أكيد لأنه أكيد دلوقتي بتهالي أعتقد يعني معظم الأمهات بيجيبوا ميت أو يعني دادة أو كده. ده كلام مش حلو وحضرتك برضو. قلتي ان من شويه انه لو عنده لعب هو اللي يقوم أكيد بمسؤوليه ان هو يلم أكيد لعبه مره تانية. أكيد. طب ازاي لو في معاه داده او معاه ميت هي يعمل بصي يعمل انا ايه؟ هقول لحضرتك على حاجه، هو مع بدء يعني يمكن الوجود حد عامل مساعد في البيت ده شيء كويس، لانه بتشيل بعض الاعباء مقابل انها يعني بتاخد جزء من المال وبتشيل اعباء. لكن تعالي للتربيه، لا يمكن ابدا ام دلوقتي على درجة معقولة من الثقافة تسمح بأن امرأة أخرى بالمنزل توجه تصرفات طفلها، بمعنى أنه زي ما قلت يعني من سن 3 4 سنين يا سارة نعم لازم يبقى فيه تحمل للمسؤولية، في إحساس، لأنه ده بتديله إحساس بكينونته، بتديله بداية خلق المنظومة القيمية عنده، أنه أنا جزء في أسرتي فعال، أن أنا لما بلعب لازم اشيل اللعب، بعد كده ببتدي اسوي حاجتي، بعد كده انا عارف ان المكتب بحط عليه البوكس بتاعتي بطريقه كويسه والنوت بوكس مكانها كويس. طب هو احنا ليه ما عندنا ينفعش قلة وعي؟ الام عندنا قلة وعي بكل اللي حضرتك مش بتقوليه عايزه ده في ارميها التربية. كلها في ملعب الاعلام، مش هرمي الكوره كلها، لكن هقول لك كمان يمكن دور القرايه قل جدا بالنسبه للامهات الحديثات العهد بهذا الموضوع، يمكن اللي قاعدين ننده بيه بان يمكن دي سادس او سابع سنه، ان احنا محتاجين ندخل ثقافه التربيه الاسريه على الاقل في المرحله الجامعيه اسوه بماده حقوق الانسان اللي بتدرس، طبعا لانه حاجه مهمه جدا، اولا بتساعد في الاختيار، بتساعد في تربيه الاطفال، بتفتح قدام المرحله السنيه دي قد كده هو محتاج ينمي ثقافته. الثقافه مش هرجع تاني واقول لك هي في التعليم بس، ولكن الثقافه موجوده، لكن احنا عايزين نحط الترند او الاتجاه ده في ابنائنا، بمعنى ان انا لو ما اعرفش حاجه والام ما نقلتها ليش، او بعض الشيء انا ما قدرتش اكتسبها من صحيح. وجود اطفال اقل، بيبقى ممكن يكون هو اخر طفل، انا اخر انثى في اخواتي مثلا، فما شفتش الام بتعامل الباقيين ازاي مثلا، فببقى محتاجه اثقف نفسي. ويمكن برضو ده دور الميديا بشكل دور عام، الميديا، وخصوصا محتاجه ان احنا عندنا جمله اللي هو يعني لما نعوز نتكلم عن حد ونقول ان هو حد مثقف نقول ان هو متعلم ومثقف، لانه التعليم حاجه والثقافه حاجه أكيد تانية. أكيد. صحيح. يمكن الميديا محتاجة تفرد للموضوع ده برضو اهتمام ووقت أكبر سوى المرئية أو المسموعة، يمكن محتاجين احنا ننشر الثقافة دي بشكل أكتر، بحيث ان الدنيا تبقى ماشية بشكل كويس، بأن كل واحد حتى لو هو حاسس انه في جانب شوية في التنشئة هو قد كده مش عارف عنه كتير، ايه المانع انه يقرأ او يثقف نفسه فيه؟ صحيح. بالشكل ده احنا بنضمن بعد كده جيل يتحمل المسؤولية، يا جيل ريت يعرف يعني ايه، يمكن احنا بنعاني من ده يا دلوقتي، ريت يا ريت. حضرتك طبعا لمستي حاجة طبعا احنا عايشينها. مظبوط يا دكتور، لانه كمان حتى يعني لو كلمتي دلوقتي هتلاقي انه بنات، في بنات كتير
أجدع ومتحملة المسؤولية أكتر من رجال الذكور في كتيرة بعض يعني. الأحيان، وبرضو بتبقى المسؤولية خلينا ناخدها بمفهومها الأكبر. يمكن هنوسع النسيج اللي احنا بنتكلم فيه. هقولك المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع، تجاه إن دي بلدي، تجاه إن أنا أخاف عن كل حاجة أنا ماشي جنبها. ايوه ما بتبقاش مسؤولية قبل أسرتي صغيرة بس، مظبوط أو مش مسؤولية تجاه الأم والأب بس، لكن مسؤولية مفتوحة على المجتمع. تمام. ويمكن ده اللي احنا محتاجينه. انا بس عشان وقت فقرتي خلص هسألك سؤال اخير بس وتقولي اتفضلي. لي في الثواني، هل الزواج في الزواج المبكر ممكن يؤدي لسلبية ولا مبالاة في الزواج عموما؟ ليه حدود عشان ما اجيبش عليه العبء كله كامل، لكن اكيد هو في سن مناسب للزواج، دايما بعد 20 للاكتمالات العقلية والعضوية. اوكي كمان أساسا النقطة اللي لمسناها هامة جدا، وهي التنشئة على المسؤولية. مظبوط صح أكيد. صح التنشئة من أهم العوامل والأساسيات في وليها دور كبير جدا في حياة الإنسان على مدار مستقبله كله. أكيد. أنا بشكرك جدا يا دكتور إيمان على وجودك معانا النهاردة، وإن شاء الله أشوفك قريبا ونتكلم أكتر بالتفاصيل أكيد. عن الموضوع ده ونجيب بقى نماذج وسامبلز والحاجات دي. ميرسي جدا شكرا يا ليك. سارة. مشاهدينا كان معانا دكتور إيمان جمال الدين استشاري علم النفس، واتكلمنا النهاردة عن المبالاة والسلبية، وأعتقد إنه التعاون مهم جدا بين أي زوجين عشان نقدر إن إحنا نتخطى اللامبالاة والسلبية. أتمنى إن ده يحصل، وأشوفكم بعد الفاصل اللي جاي، لسه معانا فقرات كتير استنونا.